اخر جندي في الدعم السريع هو البرهان ده. احنا اخر بعد ما ننتهي من الدعم السريع اخر زول حنواجهه البرهان ده. اخر زول لابس كدامول ولابس كاكي بتاع دعم سريع هو البرهان. لا يمكن البرهان يصحى الصباح وزول عسكري سامع التقارير بتاعت نيالي لاربع شهور ناقص الذخيره وامداد ما كان ممكن يعمل واحد اثنين ثلاثه. لا يمكن الوفد بتاع جدده السودانيين ديل عساكر وضباط وطالعين من القياده والحصار والبرهان طالع من القياده والحصار وفقد فيها اغلى ما يملك من ضباط واكثر ناس كفاءه وتدريب المحيط الحول خاصه الخاصه حق انه يمشي الوفد ده يسمع بنياله سقطت ما يدخله في الاجنده يقول لهم يا اخواننا احنا ما نرجع لموضوع يوم 26/10 26/10 الخميس الفات يوم اعلان الاتفاقيه اي عمل عسكري قام به الدعم السريع بعد 26/10 يعتبر لاغي. يكلم السعوديه وامريكا يقول لهم رجعوا نياله بدون طلقه نياله دي بترجع لكن لانه ما عندنا الرجال ما تجي تقول لي البرهان ده بايع. احنا يا اخواننا زول ده بايع وبالع قاعدين نطلع من جوه مصرانه هسه احنا حاشرين كراعنا دي جوه مصران البرهان ده كله قلع. دار تطلع معانا مرحب دار تقعد تتبكى هناك يا هذيك الحيطه امشي تبكى احنا شايفين انه خيانته. دار يقف معانا في القصه دي يقف ما دار يقف براحته ما تعملوا لنا رجه كثيره. شايفين التآمر شايفين الخيانة يا أخي تشاهد بتوقف بتنزل في الطيارات للخارجية دار ترد يا أخي عرفنا البرهان ده جزمة وزير الخارجية انت وزير شنو انت شغال شنو يعني ما ممكن لكن يا أخي خيانة عمالة وطاء دناء جزم ما فيكم الراجل انتوا بتحسوا احنا بنماشي في الزول ده بنصارع فيه يمين وشمال بنقلع فيه قلع هسه انتوا مشكلتكم شنو مستنفرين عدم تسليح انت ما ممكن تكونوا 50-60 ألف في الولايات منتظرين البرهان يسلحكم ما تمشي شيل سلاحك وديناك الموضوع انت ما قال حقك لكن في النهايه تنتظر ان البرهان ما سلح عشان كده الدعم السريع داخل على مروي ما ده ما غلط البرهان غلط كون انت ديل ولا غيرت البرهان ولا جبت البشير ولا جبت الجن انت في النهايه الغلط فيك انت ما تمشوا مجموعه سلام عليكم الوالي وينه ده الوالي وراح الحاميه العسكريه ادينا كلاش يا زلمه لا يمكن واحد يسيطر على مجموعه هو البرهان ذاته في مروي وما قاعد شنو تطلع تقول لي يا اخي ما سلحنا ما تشيل السلاح ده من الخزنه انت حاسس انت قاعد في التفاوض ده الوفد ده قاعد سلام عليكم وعليكم السلام النازل دخلوا الحقل بتاع بليله ايوه الحقل بتاع بليله ده عندنا اتفاقيه مع الصين ده مشروع دولي والحقل ده ذاته فيه خطوط امداد بتجي هنا لحد المصفى بتفصل بتشتغل بتاعت الابيض بتشتغل بتاعت الجيلي عندنا خط البترول بتاع جنوب السودان دي حقوق بتاعت ناس ثانيين احنا مؤمنين عليها يا اخي خلينا رجعوها حتى نين داخلين القاعه بتاعت التفاوض يطلع السعوديه يقول لي يا اخي ما في زول حيقدر يتكلم من الوفدين تساوي بين الوفد القوات المسلحه والتساوي بين وفد الدعم السريع حتى الحريه والتغيير لما تساوي بين بين الدعم السريع والقوات المسلحه دي ما خيانه واضحه. الليله لما نطلع عثمان مرغن يقول يا اخي الحاجه المبشره ومطمنه في الموضوع تكافؤ الوفدين، دار تكافئ الجوني الركب له دبوره حميتي بدار تكافؤه بفريق بتاع بحريه او لواء بتاع بحريه، دار تكافؤه بفقيري، شنو الخايفين منه يحصل اكثر من الحصل؟ يعني انت بتقول لي صرفه في موقف معين كده احنا ما دارين نفتح بجبهات القتال انا اتفهم الكلام ده في المقابل القاعد بتحرس في انجازات وبتحرس في تقدم يا اخي ام درمان فاضيه ما فيها ولا دعامي مثبتينها لينا اربع خمسه مدافع الثلاثه اللي بيدونوا غلط ده حقات الجيش يا اخي ما تخطوا زول سكران يدون وقفوا التدوين ده في ام درمان وقف التدوين في ام درمان وقف التدوين في ام درمان العربي ده واضح يا جيش ولا ما واضح؟ ما تدون في مدرمان يا اخي، يا اخي ادالك الدعامه دار تمشي لمبك ورعينك امشي، ما دار تمشي من وادي سيدنا ولا وادي ميتين ده ما فيك اي حاجه. واضحه ولا ما واضحه اخي؟ كل دقيقه نجي نقول لك امشي سوي ده، لا دي الغلط ذاته بتعملوه انتوا ديل. يا اخي ديك مدرمان امشي امن الشوارع، امن المداخل، ديك الكهرباء حسي التدوين بتاع الكهرباء ده اسي الليله قطعوها الدعامه، واحد دعامه حيكون قاعد، بيسوي في شنو انتوا؟ منتظرين اوكي منتظر البرهان وما اداك تعليمات، التعليمات اللي بديها بتاع المدفع ولا بتاع المسير اللي بتمشي تفكها لنا في الشارع ساي ولا تمشي ترميها في البحر، ما هون ذلك الدعامه ما قاعدين يتغيروا وموقع المدفع ما قاعد يتغير، انتوا دارين شنو يعني؟ انا دار افهم انتوا دارين شنو، دار تعملوا لنا شنو يعني؟ من في مدرمان وادي سيدنا ما تفكوا مدافع. يا هو ذاك العمل الخاص دار تطلع بكرعينكم نطلع ما دار تطلع خلي قاعد في المعسكر.
اقعدوا بس انتوا موقع واضح بالنسبه للدعم السريع، خلي الدعم السريع يدونكم وننتهي منكم، ده موضوع بيخصكم. دايرين تفتحوا الباب زي الرجال تمشي تحسم القصه دي مرحب. دايرين تنتظر تعليمات البرهان انتظر ليوم الدين، ما في كلك طلقه بتاعت مدفع. ما في التدوين الفندورمان ده انا عارفه ده حق الدعم السريع، احنا برانا من الليله دي مواقع الدعم المدافع دي احنا نمشي نحسمها، انتوا ما تفكوا. مدفعية بتاعتنا ما دارين مدفعية ولا خبرة ولا ما خبرة. كلام كثير احنا ما دارين. اقل لكم في التنوير لون 3 يوم. في 250 دعامي قاعدين في ام درمان. 23 عربية بتاعت تاتشر. باقي العربات بتاعتهم مواطر 20 محسوبين من حساب. لحد هسه ما قادرين عليهم. يقول لك ما منتظرين التعليمات من ما منتظر تعليمات من البرهان. وادي سيدنا عليك الله ما تفكوا لهم حاجة. طيارة ساعته ما تفكوا. خلاص؟ اي. خليكم قاعدين في حتتكم. دار تفتح الباب ده تمشي بكرعينك مرحب، ما دار تفتح الباب ده ما تدوين. الناس زي اللي اتأذوا لانه الدعم السريع بيرد على المدفعية حقتكم دي بتقع في بيوت الناس تدوين عشوائي. ما قادرين تحصلوا المدافع دي ومواقعها بتاعت الدعم السريع، يبقى في خلل في الطيارات بتاعتكم دي ولا ما بتعرفوا السوق الدرون دي ولا في مشكلة ثانية. خلونا نحل حلة 1 2 3. بهناك انتوا في جدة محشر ليكم جايين تنتقموا من المواطنين دول، لا دار تنزلوا تحسموا الدعم السريع، لا دار تكفي الكوبري شنبات، يا اخي من يوم الجمعة شنبات ده داخلة بيها الامدادات، وين المسيرات اللي جبتوها؟ شنبات ده محروس ومترس ومؤمن، منو قال لكم ما تفكوا المسيرات؟ ادوني اسم الزول اللي بوقف التعليمات دي. الموضوع ما عندنا زول عزيز في الجيش ده. دار تمشي عديل مرحب، ما دار تمشي عديل ده تضيع الناس، اسمك يترفع تتبلى زي الترتيب. جوه مكتبك تتبلى. العربي ده واضح ولا ما واضح؟ العلاقة الكثير ده ما بينفع لحد هنا انتهى الموضوع، احنا عندنا عوامل الانتصار دي كلها في يدنا. تمشي تجيبوا لنا في عوامل الانكسار والهزيمة بيدكم. ما في تفاوض لحد ما نيالة دي ترجع، العربي ده واضح ولا ما واضح؟ اللي بيعمل في الحاجة دي ده زول خاين جبان عميل، أي والي بتاع ولاية، أي والي يصدر قرار بتاع إنه يفتح جامعات ولا مدارس ولا زفت الطين ده لابس كدمول، ما تيجي تتبكوا في البرهان، امشي احسم موضوع ولايتك دي، اذا انت ما قادر على الوالي حقك وما عارف تحسم موضوع ما بتقدر تحسم البرهان. الوالي ما مركب له دبوره ذاك مركب له فريق اول. امشي احسم الوالي اول وبعدين تعال تفاصح في البرهان. كلام ده لاي زول في ولايه. وما تيجي تتبكوا تقولوا بعدين الدعم وصلنا والبرهان ما سوى لنا، ما دار يحمي عرضه ما بينتظر راجل ثاني يجي يحرسه له. تبقى راجل تحرس حقك بس نط عربي انتهى، ان شاء الله انكم ما جيتوا الخرطوم حرستوه، احرس حقك ده عشان كل دقيقتين نسمع دخل مروي دخل زالنجي دخل ميتين دخل بيت